ان شاء الله. انت حاول لي يضل عند رقيب. انا اخي ان شاء الله رب اللي خلق. هذا الموضوع ما بحكي فيه. انا عندي معهد. انا اتصابر عاد جوزتين كنت جبت سيدك. بدك خلاص حكي معي. اخي اشتكي للوزير. ما انت معلش. انت معلش بحياة امك انت ما حدا. انت ما تتدخل خلاص عندك صفك. ما بدي احكي تركني لحالي. عندي قصه قصه. شايف شو رايك بهالاكل الهواء هذا؟ شو هلا نساوي؟ خلص معلش خلص. شكل لك هدول اليك. ما احلى ريحة الوردات. طول عمرك مزوقي عايد. ليك الناس بتحسبني. الله شو حلو. ليش هيك كاسه المزهريه؟ شو عامل؟ العمى ضاربك انتين؟ شو بك؟ لك غبت ساعه وحده من اكناكه البيت؟ انا عندي ولد صغير. لك انا شو الله بلاني؟ انا شو الله بلاني؟ شو بدك تقول؟ ان شاء الله بيقولوا قوالك والناس نايمه. ايه احكي شبك. فهمنا جوعان. شو دخل الوردات؟ بدك تاكل الوردات يعني؟ قال عطوا الحمار ورده يشمها قام اكلها. سمعان بهالمثل؟ شبك مثل المسطول. انت ما فيك مخ؟ لك شبك؟ بدي سندويشة جبنة. ايلا فوت انت على اوضتك وانا هلا بعمل لك سندويشة. على سيرة الحظ أبو محمود، أنا أعطى من حظي ما في نهائيا. صرت أكثر من 20 غنية مقدم لهم إياها للإذاعة، لحديت هلا ما وافقوا لي على وحدة. إيه كمان أنت يا أخي تلحلح لك شوي. شلون يعني تلحلح لك شوي؟ يعني أكتب لك شي غنية من هدول الدارجين يلي فيها طبطبة. إيه حرك حالك. لحلح يا أبو محمود. أنا أكتب طقطقة؟ أنا أكتب دارج؟ وين مشروعنا الثقافي في تطوير الأغنية؟ ما شاء الله. هلا حضرتك بدك تطور الأغنية؟ أنا عم حاول يا أبو محمود. هلأ كنت بنفس السيرة هذيك الطاولة مع واحد من تلاميذي. وصار لك تلاميذ بلا صغرى؟ يعني مو عاجبك يا أبو محمود؟ أي نعم سيدي، عندي تلاميذ ومتأثرين بالأغاني اللي أنا بكتبها كمان. وين سمعوها؟ وين سمعوها؟ هلأ كنت عم تقول إنه ما قبلوا لك ولا غنية بالإذاعة، فبدك تقلي وين هالتلاميذ تبعك سمعوا الأغاني تبعك؟ أبو الانتصارات، ممكن تسمعنا آخر غنية لألك؟ والله يا أبو لؤي، امبارح ما نمت بالليل، حكشت براسي هيك غنية وضليتني وراها لحتى خلصت الساعة 5:00 الصبح واتصلت لك بأبو فريد. هلأ أنت مجنون شي؟ لك حدا بيتصل بواحد تاني الساعة 5 الصبح؟ نعم سيدي، وسمعته الغنية على التليفون. دخلك قبل انتصارات جي سلام وقت سمعته الغنية لأبو فريد، ما بهدلك؟ بهدلني؟ يا سيدي وقت اللي سمعه طار عقله فيها. بالله هلا أبو فريد في عقل حتى يطير؟ ما طول عمره مجنون. أبو فريد مجنون؟ الله يسامحك يا أبو محمود، ما تواخذني بهالكلمة. يعني أبو فريد بيوزع عقل على البلد كله، فيه عقل أكثر من كثير ناس، فنان، رسام، تشكيلي، مهم. يا سلام، هلا هالمعط يلي بينعطوا بتسميه فن تشكيلي؟ إيه سيدي،
انت شو فهمك بالفن التشكيلي من اساسه؟ نعم، ابو فريد فنان تشكيلي ومن طراز رفيع جدا، وبيفهم بالسياسه كمان، ومتابع للسياسه والاقتصاد. لك ايه، فلقتنا بابو فريد، فلقتنا فيه. شي طبيعي انه يتابع السياسي والاقتصاد. لك هل شو عم يساوي بحزبه يلي صار له فيه 35 سنه؟ هلا ايمونا من السيره، ممكن لو سمحت يشنف اذاننا بكلمات الاغنيه الجديده تبعك؟ مالي مراء اليوم. وليش مالك مراء؟ قال صحيح لا تقلو للمغني غني ولا للرقاص رقص. على كل حال انا بدي استاذن، صار وقت روحتي على المحل. وانا كمان صار موعد غدائي. شو لسه عم تتغدى بالمحل؟ ايه بلا، وسيم من الصبح بتعرف الله يرضى عليه بحضر البوزة، بيجي وقت الغدا نتغدى بعدين بلش الشغل. ايه يلا شرفوا. ايه ماجي، وينك؟ شو ويني؟ قال وينك؟ قال وين بدي يكون يعني؟ محل ما اتفقنا. طيب خليك عندك، الشوفير بعد دقيقتين بتكون عندك، بنجيبك وبتشتغل عندي. دقيقتين ها مو وقتك، واقف بنص الشارع انا. لا خلاص عم بقول لك دقيقتين، لا تصبعني يلا. سلام. ما بتقول الا وصلوا. طيب ماشي، زين لا تحت وخليك بين الناس، واول ما يجي خده على جنب، اخر لي يا شوي، ما في داعي يغمش علي، لازم يعرف انه وصل شغل وبس. اوكي. ومثل العاده دوره بالمعرض وورجيه على اللوحات، مشان اذا في شيء من حرام لاحقه ويقتنع انه هو عم يشوف اللوحات، وبعدين فوت لي لجوا. بأمرك. وين سما؟ ما بدها تتغدى؟ بلا لكان، هلا رايحة ناديلة. اليوم حكى أخوك أبو قصي شان سمر. يا شبها، زعلته؟ يي أبو محمود الله يسامحك، هلا بنتك سمر بتزعل حدا؟ بنتك انخطبت. خطبت وأنا مالي خبر؟ شلون يعني بدها تنخطب وانت مالك خبر؟ الجماعة حكوا مع اخوك ابو قصي وبدهم يجوا يطلبوها منك، بس هو خبرك وما لاقاك وقال المسا بيرجع يحاكيك مرة ثانية. ايه الله يوفق. رح اروح ناديلها. يا سمر، سمر لك شبكي ماما متخبية من لما اجيتي؟ والله مستحية، شو بدي اقول له هلا؟ يو من شو مستحية؟ بعدين شوفي شي بخجل؟ ما بعرف بس خجلانة كثير. اي خلصيني بقى، رح يبرد الاكل. ما حدا غيرك انخطب، كلنا خطبنا وتجوزنا. مرحبا ابي. أهلين بالعروس. كمانك عم تخجلني. لا تخجلي بابا، كلي وبعد الغدا بنحكي. محمود بيك إمتى راجع من الرحلة؟
بكرة إن شاء الله بيوصل بالسلامة. يلا كيلو دقيقة لجيب اللبن وإجي. يعطيك العافية. إيه الله يجيبه بالسلامة. كلي حبيبتي كلي ليش خجلانة؟ كل الناس اللي المعرض يحسوا انك مبهور وانت عم تتفرج. ليك هي اللوحة مثلا 25 دولار. هيك هي الحرام ما بشتريها 25 ورقة. وجواب نظر بشغل حقني بدون ما حدا يحس. وكافي فرقة الناس الشيء ده. اخلاك لشو كل هالحركات؟ معلش أمان أتأكد أني ما في حدا ملاحقة. كاتي خذ الشنطة من الأستاذ وقول لي أنا تمام. لك أهلين يا قطعة. طمنيني شو بحبشتي من السوق؟ يي يا أبو عبدو يي 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 السوق السوق بيخوف والناس كلها صايرة زياب. ليش ما بتعرفي إنه عايشين بوادي زياب؟ سواري ومننتقل على الشوط الثاني. كبدبت أنت. شفت الـ40 ألف يلي بعتلي إياها؟ لا شفت علي بابا والأربعين حرامي طاروا ما أي حطيت فوقهم 20 ألف. لحظة 19 ألف و700 و35. عادي فدا صرمايتي لك فدا الخلخال اللي برجليك. بعتلك لا يا روحي لا فداك انت يا ابو عبدو. ليش انا كرمال مين جايب هالتياب؟ لك ان شاء الله بخبي لك الهنا. ايه تقبري قلبي ان شاء الله. بدي اسالك بس شو لونه؟ ابو عبدو خليها مفاجأة ما رح اقول لك. تحياتي اختك بس باكي قولي لي شو لونه؟ احمر اخضر بنفسجي طقت موتي ما رح اجي. ما رح اقول لك ما بدي. اه يا شهر هر يا ابها يقبرني الله تبعك. بتعرفي جاي على بالي كل اشارات المرور تتفركس ببعضها ويفوتوا الزلم ببعضهم كلياتهم خلينا نسبب هون كله بده تصويج لانه. اسمع 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 بكره بس تستاجر البيت برجيك اياها. خلاص وبكره بكره شو يعني بكره؟ ان شاء الله اللي بيخالفك يلي بمره. على سيره البيت كأنه جارك هذا الدلال مسكر اليوم؟ أب مالك؟ ايه مسكر؟ ما بعرف شو اسمه منسيت بس هيك انتبهت. ايه قطع هو اسمه أب مالك. ايه سكر من شي ساعة من مسافر من هفي على بيروت. ليش هو شو بيشتغل ببيروت؟ كمان دلال؟ والله ما بعرف يعني أنا ما سألته. يعني شو صار معه بالبيت؟ والله لهلا ما بين شيء يا قطعة. ويني رح ابعث لك غدا. ما بدي اعزبك. احمر اصفر ايه رح ابعث لك. مستنياك باي. مالك تفضل. مرحبا. كيف كان الطريق ان شاء الله منيح؟ الحمد لله رب العالمين كله تمام. شرف.
لا شكرا ما بتعطى. كثير منيح. لازم تعرفي بالشغل شاطرك لازم ما يدخن وما يحشش ولا يشرب ولا يلحق نسوان ولا يتعاطى بالقمار. يعني يكون ما عنده ولا نقطة ضعف. يمكن فهمك ملحن شغلك الجديد من هيك؟ ايه فهمني. هي أول مرة بنشوف بعضنا يا أبو مالك. وكل شيء بدنا نحكيه لازم تحفظه. ما تكتبه. لأنه النسيان ممنوع. ايه النسيان ممنوع، طبعاً ممنوع. إيش أنا نسيت شيء لا سمح الله؟ نحن مبالغينك إنه ما بتشري السم من عند الواحد أكثر من مرة. وبتحرق أول ما بتطلع. بس أنت ما عملت هذا الشيء. عمى والله راحت عن بالي. بس أنت كيف عرفت؟ ليك نحن حبينا نوسع عملنا معك لأنه نقط ضعفك كثير، بس ما كنا بنعرف إنك بتنسى. يمكن حق على ملحم ما خبرنا هذا الشيء. النسيان يا أبو مالك ضريبته كثير كبيرة. هلا في نقطة ضعف وحيدة بشك فيها كل الناس، المال، وهذا حق. بس هذا الحق محدود. فهمت عليك، فهمت عليك. بعت لأخوك المصاري؟ هلا بياخذوه معه وهو رايح. ما لازم يحمل معه أكثر من $1,000. حط له المصاري بحسابه. وأعطيه الوصل. حاضر. منيح. وهلا بنحكي بالمهم. قصدي الأهم. شرف. شلون يعني؟ يعني وين الحواضر والخضرة واللحمة؟ والله نسيت يا فادية يا فوفو يا حبيبتي. لا سيدي ما نسيت، انت مالك مهتم. لكن شو على بالك؟ اكلت برا واجيت. خلاص فادية خلاص، حطي اي شيء ناكله. يعني بدك تفهمني انك مو اكل برا؟ يا ستي مو اكل شيء وراح اموت من جوعي، حطينا اي شيء ناكله. ما عنا شيء، قلت لك البراد عم يصفي. لك حطينا كم زيتون وكاس الشاي. ولا لك لا تحطينا شيء نهائيا، ما عاد اكل ولا لقمه اليوم، خلص يحرم علي الاكل بهذا البيت اليوم. إيه لا تحلف يمين، محلوف عنك، اصلا خبز ما في. لك حلي عني من شان الله، حلي عني. شو رأيك اللي شفته يا أبو معلم؟ ولي أمين. شوف يا أبو مالك، بدك تقطع لنا تمام بالسفر. ليش لا؟ راتب منيح وعيشة بأمريكا، ممكن ياخذ جنسية. يعني شو بده أحسن من هيك؟ أساسا ليش رجع من ألمانيا بعد ما خلص دراسته؟ مظبوط، شو بده أحسن من هيك؟ ما قال لك نبيل تحكي معه؟ قال لي لك ما قال لي، معقول ما قال لي؟ إذا وصل معك القريب مسدود بتقول له هذا السي دي ممكن ينتشر على اليوتيوب، بتورجيه عندك بالبيت، وبعد ما يشوفه بتكسره الدم. شو في بقلبه؟ مات اللي شفته، فضايح مع بنات لما كان عم يدرس بألمانيا. فضايح أكثر من هيك؟ إيه أكثر بكثير. ربي كما خلقته. على مؤاخذة كيف جبته من هداك الوقت؟ اي مو شغلتك. ايه طبعا مو شغلتي، كان شغلتي معقولة مو شغلتي، بس الواحد يعني مو لازم. انت ما بتاخذ مصاري؟ طبعا عم باخذ. لكن شو؟ تعطيه سعر جديد ما بتحتاجني بكل حياتك، على كل شاب بيسافر برات البلد. هذا إذا سافر. وإذا ما سافر؟ أنت بتخسر المصاري. مو نقول عنك بلشت تفشل. هو بيخسر حياته. كيف يعني بيخسر حياته؟ أي لا شغلتي ولا شغلتك. أي بتقرر برا.
هلا هدول تراس المصدور اللي جبت لي وراهم معك اليوم، خبرني جازب حالي لانه وراهم خلال اسبوع بتكون جاهزه. لسه ما حلهم. لك يا ابو مالك شو بدك يحلهم ولا ما حلهم؟ انت خبرهم يجهزوا حالهم للسفر وبس. خلص على جميع وعلى كل الاحوال صار. شو صار بالست؟ شهيرة استويت. ممتاز. معناها لازم تبعث لها عنا زيارة. بس عندها مشكلة صغيرة مع جوزها، نازع لعيشتها. بدها تطلقه. هلا متى ما طلقته؟ لا 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 لا. شو تطلقه؟ طول ما انا متجوزة عيون الناس بتتم بعيدة عنا. إذا طلقته بتكتر العيون حواليها. لا تطلق. هو هلا فايق بالحياة مريض. عنده شيء نفسي، مهدئات ما مهدئات. من كل مليون مرة بتلاقي وحدة مثلها، حلوة وظريفة وذكية وبتحب المصاري. وأنا بناء على التقارير اللي أنت بعتها قررت إني أقابلك بعد 3 سنين شغل يا أبو مالك، لأني اكتشفت إنك واحد ذكي. الله معك وفتح عيونك منيح. يلا السلام عليكم. وعليك السلام. صدق اللي قال هم البنات للممات. ايه والله صحيح. لك شلون ما حسبتها ما عم تنحسب معي، وشلون ما وجهتها ما عم تتوجه. لك من وين بدي دبر مصاري لخطبة سمر وجهازها؟ من وين؟ ومصاري اللي عطيتها لأخي ما عم يرضى يرجع ليها. أنا الحقاري ضربت وأخذت قراري إني أتقاعد على بكير. شو كان صاير علي ها؟ شو كان صاير علي؟ لك ليكني فيني ضل أشتغل لهلا. أوف. ماني شاطر غير اقضيها من البيت للقهوة ومن القهوة للبيت. لك تضرب هيك عيشة تضرب. آخ يا ربي يا ربي تساعدني لأخدم هالولاد يا رب. خلصنا بقى يا زلمة، والله صرعتنا بصوت الموبايل. ايه مالك سمعان عم بسمع فيروز؟ يا زلمة ما في احلى منها هاللعبة. شو عم تحكي انت؟ لك ان شاء الله بتلعب بالاربعة. ايه يا اخي ايه، بس خليني اخلص هالجيم. حاضر خلاص. قول اجا مع صار. يا سلام طلبت علم ام غناء. بربكم هل هذا وضع صحي لاثنين من طلبة العلم؟ هلا انت لا بدك تكن ولا تهدى. يعني شو الوضع اللي مو عاجبك الموضوع؟ واحد جالس يقرا وواحد قاعد عم يلعب. واحد يقرا نعم فالعلم فضيله، وواحد يلعب هو حر ايضا. هذا حرام، هذه الاغاني حرام عليكم. ايوه هلا المسجله صارت حرام كمان. المشكله مو بالمسجله. لكن بشو المشكله اخي؟ بالاغنيه. انتم تستمعون لافسق ما غنت هذه المدعوه فيروز. أفصل مدعوة فيروز. يا شباب هل تدركون معنى هذا الكلام؟ وقف لألا أنا ما بدي أدرك ولا بدي أعمل شيء. قايم على غرفتي حط راسي ونام أحسن الشيء. كمال
انت تفهم ما اقصد. اخي انا لا بدي افهم ولا بدي استفهم، الله يوفقك. اذا فيروز مو عاجبتك بيا الدنيا شو بده يعجبها؟ استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. ابو محمود خير؟ شبك ليش ما بتفوت تنام؟ ما عم يجيني نوم. استهدي بالله يا رجال، اقرا آية الكرسي وفوت نام. آمنت بالله. من جهة يا أم محمود أنا فرحان، وهالفرحة هاي من جهة تانية ركبت علي هموم. أنا هموم يا رجال؟ عم فكر من وين بدنا نجهز هالبنت. قبل ما نفكر ونفتح سيرة الزواج والخطبة كنت آكل هم البدلة تبع محمود ليوم التخرج. هلأ صار الهم بألف هم. يا محلى هم البدلة، ولازم جيب جهاز كامل من مجاميعه. هلأ انت طول بالك والله بيدبرها. ونعمة بالله، بس والله ما بعرف شو بدي ساوي. انت ولا يهمك، هلأ اسمع لقلك، البدلة مقدور عليها وجهاز البنت بكير نحكي فيه هلأ. بس يا أم محمود لازم نحسب حسابنا من هلأ، أنا ما برضى بنتي تظهر أقل من غيرها. هلأ وكل الله، أصلاً يمكن هالجوازة كلها ما تزبط، لسه ما شفنا العريس ويمكن ما يعجبك. ليش مو عاجب سمر؟ بلا عاجب سمر وحاببته كتير. لكن كيف ما بده يعجبني إذا عاجب سمر؟ ها؟ محمود لا تقولي لسمر إني عرفت إنها بتحبه كتير. لا يوم شلون بدي إلا وإنزع لك الروزة. تقبر قلبي. يلا يلا, يلا فوتنا. حتى يحرز المشوار. بالله ما المقصود بذلك؟ أي أنها تقدر تعب الحبيب وحضوره. وبماذا؟ بالدعوة إلى خلوة غير شرعية أو إلى سهرة لا يعلم سوى الله بما ستنتهي. يحرز المشوار. خلوة غير شرعية والعياذ بالله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. هكذا طلبة العلم؟ خلوة غير شرعية، خلوة غير شرعية مكتملة الجوانب. مو على أساس أغاني فاحشة خليتنا نفوت لجوا وقاعد عم تسمع فيروز لحالك؟ تعا تعا كمان، تعا شوف لي هالمنظوم. تعا شو عم يصير معه؟ اسمعوا اسمعوا تحليل كلمات هذه الأغنية لأثبت لكما بما يقطع الشك باليقين سفه هذه الكلمات. اسمع شو بها؟ ما بو شي، قاعد عم يحلل كلمات فيروز قال بده يشرح لنا إياها. استمع أنت الآخر إلى هذا التحليل. استمع اسمع منك بشرط واحد بس. شرط ماذا؟ اليوم بعد ما نرجع من سهرتنا أنا وأخوك حسام بدك تحللنا غنية بوس الواو. بوس ماذا؟ بوس الواو. خلي الواو خلي الواو أحلى كلمة تشوف. استغفر الله العظيم. لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء. هذا هو اللون. لا لا هيك ما بعرف، كأنه طالع لزقة. ايها هذا احلى بكتير والله يا ابو فريد، رح تقرب على العالمية بأعمالك. بس شو فائدة العالمية إذا ما حدا عم يشوف اللوحات غير أنا وأم فريد ورحاب ومنتصر وكم واحد من رفقاتي؟ لازم تلاقي حل. شو هو؟ ما بعرف. ضيعت عمري فيكن ولساتني بنفس المحل. يا ربي معقول يموت وما أعمل معرض بحياتي؟ مو حرام كل هاللوحات وما حدا يشوفه؟
ابو فريد تقبرني؟ تعا اشرب القهوه يا عمري. تعا. لك الله يسلم ايديك يا فيروز. بعرفك ما بتنام بتحب السهر كثير، قلت لحالي ساوي لك فنجان قهوه تصحصح الراس، وشو رايك كمان جهز لك الاكل؟ رجعنا على الخطا الشائع، افطور وغدا وعشاء واكل، حبيبتي لسه بكير، الساعة 11، أنا بس جوع باكل لحالي. ماشي. نامت رحاب؟ مثل عادتها قفلت على حال الغرفة وصارت هلا بسابع نومي. هاي البنت بدها تجنني على فكرة، معقولة في حدا بينام وبيقفل الغرفة على حاله؟ لك شو بدك فيها أبو فريد؟ قل لي شو بدك فيها؟ ما بكفي لا بتخليها لا تفوت ولا تطلع، خليها تعمل اللي بدها إياه بغرفتها. معك حق. لك الله يبعث لها عريس لأرتاح بها. شلون بده يبعث لها عريس؟ إذا لا بتشوف حدا ولا حدا بيشوفها. يا هشام الواحد إذا بده يجوز بنته بخير. هلأ أنت روحي نامي، مو وقت الحكي على الرحاب، أنا جاييني شيطان الرسم الله يرضى عليك يخليني أعرف أشتغل. لجيرنا بابا. مور بابا. جاي على بالي هيك شي مرة يعني نغير ترتيب هالطاولة. وليش بقى؟ يعني كسر للروتين. بابا ترتيب الطاولة بهذا الشكل هذا له معاني ودلالات ما اجى من فراغ. كيف يعني؟ رح قلك شلون بقى. وقت اللي تجوزت ماما ميري فأمر طبيعي انه تقعد جنبي. وقت اللي اجيتي حضرتك باعتبارك انت البكر فلازم تعدي ما أبي لم منها كمان. وقت اللي إجت أختك مادلين أمر طبيعي الأخت تقعد جنب أختها. أما وقت اللي إجا آخر العنقود الأستاذ لؤي فأمر طبيعي يقعد جنب أمه لأنه حبيب الماما. لا هو دلوع الماما. هلأ اللي عم تحكيه صح بس في غلطة صغيرة إذا بتسمح لي. تفضل. وين الغلطة؟ يعني هلأ ماما قاعدة على اليسار. طيب إذا قعدناها على اليمين ما منكون كسرنا شيء بترتيب الطبيعة اللي عم تحكي عنه حضرتك ومنكون كسرنا الروتين. صح. ابدا مو صحيح. كيف بقى مو صح؟ الناس الطبيعيين قلبهم عشمال ما هيك؟ مظبوط مظبوط. بس كمان في بالحياة ناس قلبهم على اليمين وهدول بيكونوا شاذين عن الطبيعة ما هيك؟ مظبوط. يعني بس شو علاقة اللي عم تحكي حضرتك باللي اقترحته؟ يا بابا رح قلك شو علاقته. أنا إنسان طبيعي يعني قلبي على اليسار مثل كل الناس فأمر طبيعي تكون أمك جنب القلب على اليسار. عرفت هلأ ليش؟ حلو بابا. حلو هذا الحل. برافو بابا. الرب يحميك يا أبو لؤي ويخليك فوق راسنا وديمكن إلي طول العمر. كملوا أكلكم شكم. تعرف بابا لو كل الناس بيتعاملوا مع بعض بمحبة كانت الدنيا بألف خير. مزبوط يا بابا. المشكلة في ناس كتير ما بتعرف أن وجودنا بهالحياة هو عبارة عن مشوار صغير ولازم نقضيه بالمحبة والتفاهم وراحة البال. والله يا بابا في ناس فهمانين الحياة شطارة. مزبوط. بس شطارة شو يا بابا؟ الشطارة لازم نخلي الناس تحبنا مو الشطارة نعمل شغلات تخلي الناس تكرهنا. اليوم الأستاذ حسن سود وشي قدام العالم، خلص شغله ما عاد بده يدفع لحدا، حتى للمطبعة ما بده يدفع، عم يتهرب. كل ما تدق لي سمر بقول لها إن شاء الله بكرة إن شاء الله بكرة. كتير خجلت منه. بابا ما بده خجل. مثل ما سمر بتشتغل عند أبو قصي أنت بتشتغل عند حسن. بس في فرق كبير بين الاثنين. بابا حرام تشبه أبو قصي لحسن. أبو قصي مثل أبو محمود ويمكن أحسن. بصراحة جنيت أنا ما حابب شغلك عند حسن. أي أنا شو دخلني؟ مثل ما قلت يعني طالما هو ملتزم بحاله وبأدبه أنا مكفية عنده شغل، بس بده يزيح حلقتها عن الاحترام رح أحمل حالي وأمشي. الله يحميكي ما بينخاف عليك. لك شو حسون؟ لا لا ما بين أحمد. مين أحمد؟ لك شريكك. مين أحمد يعني؟
ودك بدي المليون ليرة تبعي ايشو فص ملح وداب. من وقت ما فك الشركة معي وباعني بيته حسيته بده يروح وما يرجع. ولك فهمنا، يرجع للناس ديونها طالما باع وانضرب على قامته وقبض. شو بعمل له؟ ودخلك انت سكنت ببيته؟ لا، بعته هو وعفشه وغراضه من 4 شهور، واليوم الصبح استلموا اصحابه. ايه الله لا يسامحك يا احمد، ولك ان شاء الله بتلاقيها بولادك يا رب. ولك هاي المليون حيلتي وفتيلتي، ولك روح ان شاء الله بتلاقيها بولادك. لا تتعي كتير، لأنه مو متجوز، ما عنده أولاد، ما في غير هو للختيارة. إيه؟ جبل لجبل ما بيلتقوا، بس بني آدم لبني آدم بيلتقوا. لا إله إلا الله. طيب ليك هو هونيك قاعد، روح وجرب.